أعزائي المشاهدين، والنهاردة حلقة جديدة من الكريزي تاكسي، والحلقة دي بقى حلقة خاصة جدا لأن احنا فيها أنا بلعب دور خطبة، بس خطبة بشكل جديد. تفضلي يا فندم. طبعا طبعا. مساء الخير. مساء الخير. مساء النور والهنا والسعادة يا فندم. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، فعلا بجد ما شاء الله. يعني بنت حضرتك دي، ربنا يبارك لك فيها. يا ترى بقى البنوته الاموره دي مخطوبه يا فندم؟ لا لسه كده، بس ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يا رب يكرمها ان شاء الله باذن الله. كرم ربنا هيبقى علي باذن الله. جوازي اللي انتوا بتبقى صعب شويه، والشباب يعني فعلا والله عند حضرتك حق. بس لو اقول لحضرتك انا عندي عريس، اقسم بالله ما شاء الله ربنا يجعله من نصيبها، والله يا رب يبقى من نصيبها يا رب والله العظيم. كل عام ربنا يعني، ويا بختي من وفق راسين في الحلال يعني. حضرتك انت فاهماني. ان شاء الله. وبتدرس ايه بقى؟ قولي سياحه فنادق. سياحه كمان؟ سياحه وفنادق. طلبوا طلب العريس. سبحان الله سبحان الله والله، يعني حاجه ده ربنا. دي بقى الاقدار والاسباب اللي بيسببها ربنا سبحانه وتعالى. وانت اسمك ايه يا عسوله؟ بسنت. كمان اسمك بسنت؟ لا ده كده في حاجه مش مظبوطه بقى، كده في حاجه رباني مش قادره اتخيل. ده هو طالب الاسم ده كمان؟ سبحان الله. سودة بالسعيد هو قال لي اي حد اسمه يبدا بده. سبحان الله. بسنت وسياحه وفنادق. سبحان الله. انت برج ايه؟ اوعي بقى تفاجئيني بقى. لا بقى انا هنزل من العرب، انا هنزل من العرب. مش كده بقى. سبحان الله. البرج بتاع حضرتك يتماشى مع برج كمان. اه هو برج الفار، بس البرج الصيني. في طبعا برج فار، وفي اللي هو بيتماشى مع القوس الفار الصيني اللي هو القوس الهندي. لا بقى سبحان العريس بيتصل. الولد اللي بيدور على عروسه بيتصل. ولد مهندس محترم ان شاء الله، زنجي المنظر ولكنه وحش التفكير. ان شاء الله. الو مساء الخير. ازيك يا مش مهندس يا سكر؟ وحشتني جدا، وعايز اقول لك ان ربنا بيحبك بجد. هقول لك ليه بقى؟ لان ربنا بعت لك طلبك عندي ومعايا دلوقتي. بسم الله ما شاء الله. العيون العيون عسلي، ال 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 الشعر اسود داكن ما شاء الله تبارك. البق بيتكلم احلى كلام، بتقول كلام زي السكر يا فندم. طبعا لا ما شاء ال زي ما طلب. يلا 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 هعدي اخدك معي. باي 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 باي. حضرتك بتهزر ولا بتتكلم بجد؟ يا فندم هو الجواز صغيرة؟ لا الجواز ما فيهوش هزار يا فندم. يا فندم ازاي يا فندم؟ ده يا بختي من وفق راسين في الحلال. طب اوكي ماشي، خلاص التعليمها يا ستي مش هنقول له حاجة. قال ان هي ان انا عايزة اتجوزها دلوقتي. هقول لحضرتك حاجة يا فندم. يا فندم نشوف العريس، مش هنخسر حاجة. ماشي نشوف فين؟ مش هنخسر حاجة. انا عايز نعمل ايه؟ مش فاهمة. تاكسي يعني ولا ننزل نقابله؟ التاكسي احنا دلوقتي فين؟ في التاكسي مش في الصالون. اه وانت مش عايزه تتجوزي جوازه عن حب، يبقى اتجوزي جواز صالونات. هو حضرتك ساكن في العباسيه؟ لا انا ساكن في المريوطيه. اه لا اصل واضح ان كلام حضرتك كله جاي من من الظاهر ان حضرتك ما سمعتيش عني قبل كده ولا على السوشيال ميديا ولا على اي حاجه، لان انا اسمي خميس. خميس؟ خميس مستر خميس ملك التدبيس، قصدي ملك التجويد يعني كده. اه انا عندي صفحه، انا عندي صفحه على على الفيسبوك وصفحه على الانستجرام اسمها تلاقي الاحبه. تلاقي الاحبه؟ اه من ورا اي دبه. اه هي معروفه البيج دي، معروفه جدا لان انا دائما بوفق الروس في الروس في الحلقه. طيب كله لله والله، يعني ربنا كريم. المفاجاه الكبيره اللي عاملها لحضرتك بقى. تمام. مش مهندس مسيو خميس. اركب مسيو خميس. اركب يا حبيب مسيو خميس. مسيو خميس وحشتني حبيبي. مسيو خميس
ايه ده حضرتك؟ ده حضرتك اتكلمت عليه. احنا انا كمان لسه قايل لحضرتك احنا مفكرينك بتهزر وبنردك على قد عقلك وعايزين يعني نمشي بسرعه عشان مستعجلين. يا فندم احنا في الطريق. هو مش ده طيب جدا. ماشي حضرتك والله طيب. بص ولد انت حابب عم ميسا؟ ميسي خميس. انت موت في عم ميسا؟ ميسي خميس. انت تحب تنزل يوم؟ يوم الخميس. انت تحب تلعب يوم؟ الخميس. انت تحب تروح مع مين؟ ميسي خميس. انت تحب جوازة مين؟ ميسي خميس. العريس يا جميلة. انا احب العروسة. يا تحب انا احبك يا عروسة. احبك انا احب العروسة. انت احب عروسة جميلة محترمة عدوبة عسولة جميلة. انت احب عدوبة عسولة جميلة عسولة. انت جبت معاك فلوسك؟ انا كل حاجة جاهزة. ميسي خميس. بسم الله. دي شبكة جميلة. شبكة ميسي خميس. بس بص بقى يا فندم انا بس هوري حضرتك حاجة بسيطة قوي. طب حضرتك اسمعيني لحظة. مش فاضيين يا فندم. احنا ماشيين. بص يا فندم دي الشبكة. دي الشبكة ممكن حضرتك بس اللي حمادة جابها. انا مركز. دي الشبكة حضرتك اتفرجي. دي فيلة حمادة. دي فيلة حمادة في الساحل. دي فيلة حمادة في التجمع. ده الفستان اللي حمادة. ده الفستان ده يا فندم. الفستان اللي حمادة عايز يلبسه لعروسته. ما شاء الله ما شاء الله. ولا حماده كلب انت حب مين؟ ابو خميس. ولا حماده انت كلب حب مين؟ ابو خميس. ولا حماده انت كلب حب مين؟ ابو خميس. ولا حماده انت حب عروسه جميله. ابو خميس انت جميل عروسه دي. لا ما فيش لمس. نوتات. نوتات ايدك. قلنا نوتات. اركن بقى على جنب. لا يا فندم. ابو خميس. لا اركن بقى. لا يا فندم. لا اسمع ابو خميس. هو عادي. هو بصي اقول لك على حاجه. هو ليه طريقه كده بيهدى بيها. استني كده. لا بس ما الايد ما تتمدش لو سمحت. ابو خميس ما تتمدش. ثانيه واحده. مفيش مدي. شو رحلت حب النينو اي كراسة النينو نط تلات نطات. نط تلات نطات. بس خلاص بقى. خلاص نقعد محترمين عشان عمو خميس. اوكي عمو خميس. ممكن لو سمحت نمشي؟ فندم لحظة واحدة في جواز. اه لا خلاص. لا ولد لا تلميش فلوس على طن. جوازة ايه يا حضرتك؟ الشبكة جاهزة يا فندم. ايه لو سمحت يا تمشي يا هطلب لك فلوس النجم. بوليس نجد ايه يا فندم؟ معلش ابو خميس حضرتك بتصوري قوي يا فندم. انا جايب لك العريس لحد عندك وعامل لك جوازه. يعني ده ما بيحصلش في حياتي. ده بيحصل فين النهارده في مصر؟ معلش ايه اللي بيحصل فين؟ بيحصل فين؟ بنوته صغيره حلوه تتجوز. انت ليه كده؟ لو سمحت. ليه الولد بيحب البنت والبنت اعجبت بالولد باين في عينيها. واعجبتي بيه باين في عينيكي. بص في عينيها. بص في عينيه. بص في عينيه. بص في عينيه. بسم الله ما شاء الله. قمر. انا ما تضطرنيش انزل يعني هوريك انا ممكن اعمل فيك ايه يا فندم. يا فندم وشك قدام. وشك قدام. وش قدام؟ وش قدام؟ مفيش حضرتك قبل ما تنزلي. انا اسف لحظه واحده. في 1000 جنيه ثانيه واحده. 1000 جنيه رسوم. بعد اذنك اقفلي الباب بدل ما اطلع انا. في 1000 جنيه رسوم. عشان ايه؟ عشان ايه؟ هو انا اللي بعمله ده يا فندم ايه فور فري؟ لا يا فندم البروجرام عندي كده. لا يا فندم بعد ما جبت العريس وبعد لا دي فلوسه هو. انا في 1000 جنيه عند حضرتك. انت بتمد ايدك ليه؟ حضرتك بتمد ايدك. ده انا ممكن دلوقتي اقسم بالله ولا انا والله العظيم والمصحف. حضرتك بتدمري مستقبل بنتي. انت راجل بقى صحيح؟ اقعد. انا راجل. بص حضرتك بقى. حضرتك ازاي الحاله دي ولا ايه؟ ازاي ولا مش عارف؟ صاحبات ازاي يتفرجوا وبتاع ويعرفوا ان انت يعني ابو خميس عريس. على فين يا امارات؟ اخر الشارع. اخر الشارع. اوكي بسم الله ما شاء الله. عساسين اخوك الصغير. ربنا يا رب يخليهولك ويخليك. اسمك ايه؟ يوسف. ما شاء الله يا يوسف. قمر يا يوسف ما شاء الله عليك يا ولد. اسم حضرتك؟ مريم. مريم ويوسف ما شاء الله. ويا ترى انت بتدرسي يا قمر؟ ايوه. سنه كام؟ ثالثه سنه. بسم الله ما شاء الله. مش باين عليكي خالص. بسم الله مش باين عليكي مثلا. لا يعني باين عليكي مثلا رابعة كليه. انت برج ايه؟ الحوت. والله عندي ولد عريس ليكي. بسم الله ما شاء الله متفصل عليكي ونفسه بنت برج الحوت
بتكون لسه صغنطوطه كده لسه بتدرس وما عندوش مشكله على فكره خالص في ان هو تكملي دراستك عادي جدا والله مهدد زي الفل. ماله عادي دلوقتي. طبعا اكيد انت سمعتي عني، انا اسمي خميس، مستر خميس ملك التلبيس. انا عندي بيج على الفيسبوك معروفه اسمها جوزني يابا احسن هعيش واموت في وسط الغلابه. اهو تعالى يا ولد بس يا خميس. اركب حماده، اركب حماده. انت ولد حماده ميسي خميس. مين ميسي خميس بجد بقى؟ ايوه بتكلم. ده عريس جميل. ده حماده. ثانيه واحده. ثانيه واحده. انت ولا عابي مين انت؟ عابي ابو خميس. انت كده مديك ام ابو خميس. مين ينزلك يوم ايه؟ يوم الخميس. انت تحب تاكل شوكولاته فين؟ يوم الخميس مع ابو خميس. بتحب تلعب فين؟ في الخميس. بتلعب مع مين؟ ابو خميس. جدع برافو عليك. تحب عروسه مين؟ عروسه ابو خميس. دي عروسه حلوه ولا لا؟ انا جبت عروسه مين ولا كلمه انت؟ بتتكلم انت طلبك ولا مش طلبك؟ هو ده ابو خميس. ادفع فلوس. هو ده ابو خميس. هو ده ابو خميس. ده مش هزار يا جماعه. ابو خميس ابو خميس. اركن على جنب. اركن على جنب. لا لا اركن ليه؟ لا لا يعني ايه اركن على جنب؟ ليه فلوس ايه؟ شبكه ايه يا عم؟ ايه ده؟ شبكه ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ لا 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 لحظه حبيبي يوسف. ايه ده حبيبي؟ ايه ده؟ ده جوز اختك ان شاء الله في المستقبل. في المستقبل. بتستقبل؟ بستقبل ايه؟ انا اتجوز ده؟ ماله ده؟ ده بسم الله ما شاء الله. ده بصي ده بصي ايه اللي بسم الله ما شاء الله؟ بسم الله ما شاء الله. ده اسمه عريض المنكبين، له الشارب يقف الصقر عليه. يا نهار اسود، يا نهار اسود. اصلع الدلخه. ده موجود النهارده في منه؟ يا عم انت بتستقبل؟ بستقبل ايه؟ بنت ايه؟ عمو خميس. عمو خميس. الهبل الهبل هناك في الجبل. نزلني لو سمحت. مفيش نزول. نزلني. ولد ولد اسمه ابو خميس. شد اللب. يا ايه يا عم ايه؟ دي فلوس، ده محفظه. مش عايزين حاجه، احنا عايزين ننزل. مفيش نزول. تنزلي تدفعي تاشيره ان انا اجيب لك العريس لحد هنا. انت مش عارفه مصلحتك فين. انت عايز تحضر فرحها؟ الجوز ده انت عارف انا بنت مين؟ بنت مين؟ ايه اللي بنت مين؟ انت مش عارف ولا ايه؟ لا معرفش والله. يا حضرتك ممكن تعرفيني؟ انا معرفش. بلد الكلب سرك الام. انت ولد الكلب. انت ولد ابو خميس. انت اوزنو. انت اوزنو. ايه ديك ليتا فورو ست ليتا. اتجوز انت. اتجوز دلوقتي. اتجوز دلوقتي. معاها فلوس؟ لا طبعا. معاها فلوس. بص تعالي اوريكي حاجه. بصي بقى ايه ده؟ القصر بتاعه في مارينا. ده فستان فرحك يا عالم. فستان فرحك ده. فيلته دي تتسابق الحاجات دي؟ لا طبعا يا عم. انت مش هتنزلي من العربيه غير لما تدفعي الرسوم بتاعت الجواز. رسوم الجواز 1000 جنيه يا جدعان. الحقوني. 1000 جنيه رسوم الجواز يا جدعان. الحقوا. اوعى تتنطش. يا جدعان الحقوني. بس الحقوني يا جدعان. مفيش حد. يا عم مفيش حد. نزلت يا عم. يا عم هزعل. انت بتمد ايدك عليا عشان انا راجل صغير؟ انا راجل صغير وانت راجل كبير. انا راجل كبير وانت راجل. لو سمحت يا جدعان الحقونا. بس مفيش حد يلحقك ولا حاجه. احنا كنا بنهزر معاكي. كل ده كان متصور. كل ده كنا بنصوره. انتوا برنامج كاميرا خفيه كريزي تاكسي. الكاميرا مش قاعد. انا بجد بنهزر معاكي على فكره. دي كل ده هزار. هو في عم خميس وعم جمعه. انا عادي اهو جدا. نزيه ولا ما نزيهش؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكل حضرتك مش غريب عليا خالص. ممكن تبقي عندي على البيج بتاعتي على الفيس. انا البيج بتاعتي على الفيس اسمها خميس. للاسف انا مش عارفه. از انجيجد. لا عامله واتساب بس كده. ايمو انستجرام. يبقى انت ممكن عندي على البيج على انستجرام. ايوه اكيد. انا يعني ربنا بيجعلني سبب ان انا اوفق راسين في الحلال دايما. اسم حضرتك ايه؟ سمر. سمر. استاذه سمر. استاذه سمر انت زي القمر ما شاء الله.
تسلم يا رب، مجامله والله من حضرتك. لا خالص، حضرتك يا ترى متجوزه مخطوبه؟ لا. ما شاء الله، امرايا والله، وان شاء الله باذن الله رب ربنا والله يجعل الموضوع على ايد خميس ملك التلبيس. بس انا مش بفكر في الموضوع ده خالص. لا خالص، ما بتجيش كده، ما بتجيش كده خالص. بس ان شاء الله ربنا، موضوع مش عندي ولا عندك، موضوع ربنا اراد. ربنا سبحان الله. والله يا بنتي انت يعني ربنا بيحبك. اساليني ليه؟ ليه بقى؟ عندي ولد عريس مهندس اسطوري اسطوري، محترم، ادب، اخلاق، بيدور على بنت برج الثور. لا والله سبحان الله. وبنت ده، بصي المفاجاه، ده ربك والله العظيم ربنا سبحان الله. برج الثور؟ قال لي برج الثور. اه الثور، سبحان الله. طب انت ده مش كده بس، انا هفاجئك. قال لي عايز واحده اسمها بيبدا بحرف السين، زي ما يكون زي ما يكون بيشاور عليكي. لا والله العظيم سبحانك يا رب، سبحان الله. والله الجيزه دي ولا ايه؟ يا نهار ابيض، يا نهار، والله العظيم جسمي بقى. ايه مالك؟ بصي هو اللي بيتصل. لا والله، والله العظيم. الو ولد يا حمادة، عندي ليك مفاجأة. مواصفات كلها اللي انت عايزها، الشعر البلوند، العيون الدبلي، الحاجة اللي يعني ما حدش يبص لها. ما شاء الله. انا عايز اوصل البيت عندي. ماشي، يلا يلا يلا. سلام. والله العظيم يا سمر، اقسم بالله ولا ليكي هلفان عليا، وكأني اعرفك من 35 دقيقة. والله اكني اعرفك من 35 دقيقة. عمر زمن. انت عارفه رزقك فين؟ لا طبعا. طب بس بقى خلص الكلام، الكلام هنا انتهى. انا بتعمل كده ليه؟ جسمي مقشعر. مقشعر ليه يعني؟ جسمي مقشعر من الروحانيات. سبحان الله. في حاجه عندك؟ لا. الولد مش طبيعي. الولد الولد عايز واحده بحرف السين، عايز واحده برج الثور، عايز واحده شعرها اسود. هتوصل اهو يا فندم، هتوصلي. هو ايه اللي انت ولد حماده؟ اركب يلا عمك تاني. ولا ايه ده؟ ايه لو سمحت، انا عايزه اوصل البيت. هتوصلي؟ عبيط؟ لا ايه العبيط دي؟ ليه كده عبيط ليه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ ولا اي حاجه، ده العريس اهو. روسي انت مالك يا كلبه؟ انت حد مين؟ انت حب مين وموت في مين؟ بابا انت هيلعب كوره امتى؟ بابا خميس. لا انتوا عايزين قله الادب بقى. مش قله الادب، ممكن توقفوني اخد بعدي وامشي؟ لا حضرتك ده عريسك. عريس مين؟ انا قلت لك يا توصلني يا تنزلني. لحظه واحده، مش عبطه وهباله. ولا عبطه ولا هباله، دي شقته. انا كنت هقلع اللي في رجلي واديك بيها. لا تدي ايه بس؟ ايه ده كده؟ والله العظيم عارفه مصلحتي. هقلع اللي في رجلي واديك بيها. لا لا انت كده مش فاهمه مصلحتك فين. انت عبيط ولا ايه؟ انت عبيط. خدي شوفي بقى كل حاجه، خدي شوفي الفيلا، شوفي الفيلا. بقى ايه دي؟ لا انت عبيط يا ابني. دي شقه فلوس كده. نزلني نزلني، بطل عبطه. بطل عبطه؟ لا بصي انت مش فاهمه مصلحتك. والله العظيم ثلاثه عند اقرب اسمها. ايه الجيل الرسمي ده؟ فندم طب بصي حضرتك، مفيش من غير لحظه واحده. ايه اصوت ولم عليكم امي؟ تلاقي لا لا لا، صوتي وريني سعر سوق. والله العظيم 1000 جنيه عند الاسم، ونزلني يا 1000 جنيه. 1000 جنيه انا جايب العريس لحد هنا. رجلي وديك بيه اقسم بالله. ترمي نفسك. انا جايب لك عريس، جايب لك عريس. عريس مين؟ الجيران الرسمي؟ انت مجانين ولا ايه؟ عريس متريق ولا كلب؟ انت احب عريس. اقفل الباب، مفيش نزول. اقفل بابك، اقفل. خد هنا بس، عيب. ما ينفعش اقفل الباب. اقفل اقفل. لحظه واحده بقى، انت دلوقتي عبيط ايه؟ انت عليكي 1000 جنيه. زيها ولا ما نزهقش؟ لا زيها مش مشكله.